السلام عليكم. طيب في الحلقة دي أنا حيتكلم عن الـ DNA، وهو بالمناسبة هو اللغة الوحيدة التي تتحدثها جميع الكائنات. تتحدثها مش بالمعنى بتاع الكلام، لكن هي اللغة المشتركة، لأنه الـ DNA هو عبارة عن شفرة اسمها الشفرة الوراثية، وهذه الشفرة مشتركة بين البكتيريا والفيروسات والإنسان وغيره. فأنا حيتكلم عن الـ DNA إنها هي أقدم المخطوطات السودانية وأقيمها. ده عنوان لمحاضرة أنا قبل كده قدمتها. بمعنى إنه اللغة الكتابة عمرها 4-5 ألف سنة. قبل كده ما في يعني معلومات موثقة مكتوبة ما عدا تلك المعلومات اللي بيستنبطوها علماء الآثار وعلماء المناخ عن البشر. كويس، ما تركوه الناس يعني من بقايا ومن شواهد ومن عظام للأمم التي يعني اندثرت. وكذلك الـ DNA فيه من المعلومات ما يمكن أن يدلنا كما تتحدث الأوراق الآن عن أحداث حصلت قبل 100 ألف سنة. يعني أنا أضرب مثل بالورقة اللي إحنا نشرناها سنة 2015، ورينا إنه بس من إدخال يعني بيانات الـ DNA للميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي جزء من الخلية، برا النواة بتاعت الخلية فيها DNA يتوارثوا الناس عبر الأمهات فقط. عند الرجال ميتوكوندريا، ولكن النساء ما يعني الرجال ما بورثوا الميتوكوندريا. كويس، عبر هذه الميتوكوندريا انه حصل انخفاض حاد في عدد السكان للجنس البشري قبل حوالي 30 أو 40 ألف سنة، ثم حصل الزيادة اللي هي يعني ممكن نقول عليها exponential growth، اللي هو الزيادة اللي بتحصل. كويس، وهي ماشية طوالي زايدة. كويس، معدل يعني محدد. يعني جغرافيا السودان القديمة بتختلف اختلاف كلي عما هي عليه الآن. يعني الآن توجد صحارى كثيرة، توجد مناطق كثيرة جدا خالية من السكان، السكان منحصرين في مناطق محدودة في السودان الحالي. هذه الصورة لم تكن كما هي الآن في التاريخ القديم. التاريخ القديم كانت هنالك كثير من مجاري الأنهار الدائمة، زي وادي هور كان نهر دائم الجريان، وادي المقدم كان نهر جاري دائم الجريان، وادي الملك كان نهر دائم الجريان. كانت هناك كثير من البحيرات في المنطقة بتاعت الصحراء الشرقية الحالية. الأودية الموجودة شرق وغرب النيل كانت أكثرها دائم الجريان والموسمية. يعني كانت هنالك وفرة من المياه، والسكان منتشرين في كل أنحاء السودان. التغيرات المناخية التي أدت إلى زحزحة السكان. هذه الورقة يعني غير إنه نحن قدرنا يعني نتحدث عن أحداث قديمة، قدرنا نوري مخارج البشر من أفريقيا. يعني أول حاجة الناس كانوا بيتكلموا إنه في يا إما الناس خرجوا عن طريق باب المندب أو عن طريق سيناء أو عن طريق جبل طارق. نحن في هذه الورقة يعني بينا إنه الثلاثة مخارج استعملت، وإنه في علاقات ما بين السودانيين وكل المجموعات القديمة الموجودة في هذه المناطق، مثلا زي الباسك في أسبانيا، مجموعة قديمة جدا، السامي في شمال النرويج، ديل عندهم علاقة مع السودانيين وراثية. طبعا دلوقتي هي شائعة، الناس اللي قاعدين في أمريكا وأوروبا وحتى في السودان اعملوا الأصل الوراثي، يقوم يدوا الـ DNA بتاعهم لحاجة اسمها 23andMe، يقوم يجيبوا لهم ويقول له يا أخي والله أنت قريبك فلان وأنت كان وأنت في واحد في البرتغال بيبقى لك كده وهكذا. طبعا هذه المعلومات هي معلومات يعني قيمة، ولكن تؤخذ
يعني ب زي ما بيقولوا الخواجات ملح في الخشم بينش اوف سولت، يعني لازم تخليها ما تاخذ بها 100%، لانه قبل ما الدينات بتاعت السودانيين تخش في الكثافه في قاعده البيانات بيوروك قرايبك البعاد، اللي هي دي ما بتحصل لزول قاعد في زيمبابوي، ما بيطلعوا له زول قريبه في البرتغال او في المكسيك كويس، لكن السوداني ممكن تلقى عندك قريب في المكسيك لكن هو مش قريب مباشر، هو قريب لانه نحن اصلا الناس كلهم خرجوا من هنا، عندك قرايب في اي حته في العالم، فالناس ينسبوا لكم ولا تنسبوا الى الناس كويس. دي مهمه جدا جدا، انا ما اقدر اجرد الناس من فخرهم للانتماء لمجموعات معينه، لكن هذه المجموعات خرجت في فتره ما من السودان. لعل كل النتائج الابحاث نتائج ابحاث الجينات الوراثيه كما يعني تفضل اخونا الدكتور منتصر اثبتت انه يعني اقدم جينات وراثيه للانسان في الكون وجدت في افريقيا وبالتحديد في منطقه شرق افريقيا واكثر تحديدا ربما في جزء كبير منها في السودان الحالي. يعني ما نود التوصل اليه ان سكان السودان بينتموا إلى أقدم السلالات البشرية الموجودة في العالم وهم آباء، يعني ممكن نقول أن السودانيين أسلاف السودانيين هم آباء البشرية الموجودة الآن في أغلب مناطق العالم. يعني ليس هنالك يعني مجال أو ليس هنالك أي فرصة للبحث عن يعني من أين أتى السودانيين وإلى يعني كيف استقروا وأين استقروا، يعني هذه الأشياء أجاب عليها الجينات الوراثية إنه سكان السودان في هذه المنطقة يعني أصيلين، أصالة وجود الإنسان على الأرض لم يأتوا من محل، نبتوا في هذه المنطقة. عمر الإنسان عمره طويل على هذه الأرض، يعني في مئات الآلاف من السنين، لكن نحن بالنسبة لتاريخ الإنسان تاريخ الإنسان في السودان، تاريخ الإنسان بصورة عامة الحالي، المؤرخين والجيولوجي والآثاريين والعلماء المهتمين بأصول البشرية يرجعوا إلى تاريخ الإنسان الحالي وتراثه في العصر الجليدي الذي نعيشه الآن، وهو ما يسمى ما يعرف بالعصر الهيلوسين. عصر الهيلوسين هو العصر المناخي اللي نعيشه هسه، بدأ هذا العصر تقريبا قبل 10,000 سنة. يعني ولذلك يعني عندما نتحدث عن تاريخ السودان القديم وتراث تراث السودان القديم، يعني يبدأ حديثنا في هذه الفترة لأنه هي الفترة التي نعيش نتائج الآن قبل 10,000 سنة. إذا أردنا أن ننظر أو نرجع إلى تراث وتاريخ الإنسان في هذه الفترة بنلقى أنه منذ بداية عصر الهيلوسين في إفريقيا وفي السودان بالذات إنه تغير المناخ تغير كامل أدى إلى يعني بداية الحضارات القديمة التي نعيشها الآن في السودان. يعني الحضارة السودانية الحالية التي نتحدث عنها عمرها الذي نتمكن يعني نتتبع بصورة يعني بصورة دقيقة هو في 10,000 سنة الأخيرة. يعني لا يعني ذلك أن عمر الإنسان في هذه الأرض هو 10,000 سنة الأخيرة، بل سبقته يعني وجود الإنسان في هذه المنطقة 10,000 سنين العصور الحجرية كلها. ولكن يعني الحديث عن الحضارة التي التواصل الحضارة الذي ننتمي إليه الآن يرجع إلى 10,000 سنة، ولذلك يعني ينبغي أن نركز على هذه 10,000 سنة الأخيرة، وهي الفترة التي ظهر فيها الإنسان أو سلالة الإنسان التي نعيشه نحن الآن. طبعا في الحديث عن الميتوكوندريا اللي دي نحن استعملناه واستعملنا معلمات وراثية أخرى اللي هي بيسموها المايكروساتيلايت، دي بيستعملوها ناس الطب الشرعي وعلم الجريمة عشان يعني زي ما بتشوف في الحلقات البوليسية، لكن الميتوكوندريا هي أول مرة الناس يعني يقدروا يعني بصورة قاطعة
يقولوا انه اصل الانسان هو افريقيا، لانه قبل الورقه دي كان في نظريه سائده بتقول انه البشر عندهم اصول متعدده، ظهروا في اسيا وظهروا في اوروبا وظهروا في افريقيا وكده. وهذه النظريه، نظريه الاصول المتعدده، الجذر بتاعها، الاساس بتاعها اساس عنصري، يعني هو. وانا سمعتها في اضاني دي مره في مؤتمر في جنوب افريقيا، يعني جماعه قاعدين من البيوت بيتكلموا، يعني كيف نحن ممكن تكون اصولنا واحده؟ هذه النظريه كانت سائده، يسموها المالتيبل ثيوري اوف مالتيبل اوريجنز، لانه ما ايه اللي بيخلي الافارقه يجوا مع الاجناس المحترمه الثانيه. فهذه الورقه التي يعني جات من جروب في جامعه بيركلي، الباحثه الاساسيه فيها اسمها ريبيكا كان، هذه الورقه ورت انه لما اخذوا دي ان ايه من الحبل السري بتاع يعني 140 ولا 150 امراه في العالم، لقوا انه كل، لانه الدي ان ايه بيوريك انت كل واحده جايه من وين، لقوا كل هذه الاصول ترجع الى افريقيا. ونحن طبعا بعد ذاك ورينا انها بترجع للسودان، لانه لو انت شفت الخريطه اللي نحن ممكن نحاول نوريها، الخريطه ذاتها نفسها بتاعت اللي قدمت في هذه الورقه، يعني اغلب المجموعات الاولى اللي هي كانت باللون الاحمر دي هي مس من السودان واريتريا. وهذه المجموعات عندها صله مباشره بما يسمى بانسان النياندرتال، اللي هو ده اقدم انسان، هو انقرض لكن اقدم انسان الناس قدروا يطلعوا الدي ان ايه بتاعه، اللي هو المجموعه اللي عملت العمليه دي اخذوا جائزه نوبل السنه دي، اللي هو العالم السويدي اللي اسمه سافانتي بابو. سافانتي بابو ده اول زول طلع دي ان ايه من حشره العنبر اللي هي عمرها 100 مليون سنه. يعني انت تطلع دي ان ايه من حاجه عمرها 100 مليون سنه. وعلى هذا الاكتشاف الكبير اللي عمله بابو ظهرت الافلام، سلسله افلام جوراسيك بارك الديناصورات، اللي هو الناس فكره بتاعت انه انت ممكن من خلال الدي ان ايه اللي لقيت على الديناصور تعيد انك تاني تجيب الديناصور الى الحياه وهكذا. ذلك هو النسل الامومي اللي هو بيرجع، يعني اقدم نسل امومي موجود في هذه البلاد. والسودانيين بيشتركوا في 90% من النسل الامومي، يعني ما في حاجه اسمها السودانيين ديل يعني ما عندهم علاقه ببعض، السودانيين ديل موجودين عبر الزمن. اقاموا امبراطوريات واقاموا دول وفرتقوا تاني جو وحييجوا، لانه ده منطقه هي اساسا ده الاصل، منطقه الاصل والمنشا. الحكايه دي بس ما من الميتوكوندريا، برضه لما الناس جو عاينوا ليه الخط النسل الذكوري برضه لقوا اقدم ناس موجودين زي ما ذكرت انا من قبل، اللي هو A و B. وده نحن ورقه عملناها سنه 2000 مع بروفيسور لوكا كافالي من ستانفورد. ولوكا ده يعني شخص فريد، يعني ممكن تخصص له، انا ترجمت حقيقه كتاب من كتبه اسمه الانسان في الشتات، Great Human Diaspora، اللي هو في هذا الـ 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 يعني لوكا ورى انه دخل معارك ضخمه في الستينيات والسبعينيات مع الانصار، التفرقه بين البشر. يعني كان في امريكا في ناس بيدعوا لتعقيم الجنس الاسود الموجودين، لانه هم حيتكاسروا. فلوكا ده كان من الناس اللي صدوا ودفع ثمن غالي جدا في الوقت ذاك، لانه انت لما تكون ضد العنصريه في الفتره بتاعت الستينيات والسبعينيات في امريكا، انت ما بتكون، لازم تكون زول شجاع. طيب بالنسبه لل يعني انه هل السودان، يعني نحن هسه لو قلنا انه السودان ده هو موطئ يعني اصل البشر، و هل ده بدي البشر الحق في انه هم زي ما اليهود قالوا دي وطننا، يجوا الناس كلهم يعني يتكوموا يقعدوا معانا هنا في البلد دي؟ حبابكم عشرة ما عندنا مشكله نحن، لكن الارض الله واسعه. نحن ما دارين موضوع انه السودان اصل البشريه ده يبقى موضوع للمباهاة كويس، او لانه نحن عندنا حاجه افضل من بقيه الناس. نحن دايرين نوري انه يعني نحن ممكن نستفيد شنو، العالم ممكن يستفيد شنو من دراسه التكوين الديني للسودانيين. دلوقتي
الناس اتجهوا انتهوا من الجينات وانتهوا من الجسم ومشوا للعقل، لدراسة الدماغ ولدراسة السلوك. كويس، التنوع بتاع السودانيين في 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 في, في التنوع السلوكي، انا زي ما ذكرت موضوع الموسيقى وغيره، هل البشرية ممكن تستفيد من هذا الثراء الجيني في انها تطلع من المشاكل اللي مرقت بها من افريقيا؟ هم لما مرقوا من افريقيا مرقوا لانه المنطقه كانت كبسه، الناس بيقوا كتار، منتشروا لحد ما وصلوا لاقاصي امريكا الجنوبيه. طيب خرجت من خرجت معاها ثقافه للعنف وثقافه للسياده على الارض. هل نحن ممكن البشريه اللي هي اصلا داخله في حروب قائمه على اللغه وقائمه على الثقافه، يعني الحرب الاوكرانيه دي هي حرب لغويه في النهايه، يعني هي طبعا عندها اسباب اخرى، هل نحن ممكن السودان ده يبقى هو المنطقه اللي هي زي ما بدا فيها الانسان وخرجت منها القيم، المنطقه اللي هي ممكن تبس منها رساله انه نحن كبشر اسره واحده بنواجه نفس المخاطر، ونحن علينا انه نتفق على مواجهه المخاطر البيئيه اللي هي من فعلنا نحن كبشر نفسنا، اللي هو نحن قاعدين نفسد في الارض. طبعا في السودان نحن افسادنا في الارض بسيط جدا، لو قارنت بالكربون الطالع من مصانعنا وبتلويثنا للبيئه السودان ما زال بخير. فنحن هل ممكن نوجه رساله الى الجنس البشري عامه؟